بمحبة وسلام وببركة الأب بولس حداد وبرعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرية عام فضائية نورسات الأردن، نرحب بكم جميعاً. وتحت شعار اسقي سلام أراضينا نفتتح لقاءنا الثقافي الفني الكنسي التي يتضمن 8 تراتيل وأناشيد جديدة باللغة العربية والآرامية، وهي جميعاً من كلمات وألحان الفنان العراقي هديل جوزم، يجسد فيها آلام المسيح قبل أكثر من 2000 سنة وآلام المسيحيين المضطهدين في العالم أجمع وكل إنسان متألم في يومنا هذا. رسالة هذا العمل أن نعيش جميعنا كبشر بمحبة بشرية ناضجة متكاملة. نسمع هذه التراتيل والأناشيد من أفواه كورال صوت السلام بقيادة وعزف الفنان العراقي المايسترو توني برخو. أوقات روحية إنسانية مفيدة وممتعة نتمناها للجميع. ها هو الإنسان الذي ضحى بنفسه من أجل الآخرين، يسلك وبكل قناعة طريق الآلام. لماذا؟ ليرشدنا نحن البشر جميعاً لنسلك طريقه المبني على الخير والحب والسلام. آه كم هو عظيم، فهو مربوط على الصليب، فهو مربوط على الصليب، نراه وبكل قوة يمسك بأيادينا ويحررها من قيود الخوف. Thank you.
ربي يسوع يا رحيم، ربي يسوع يا رحيم، أمام صليبك ركعت أنا أشاهدك من بعيد وأنت جريح تقترب وتداوي جروحي، جريح وتداوي جروحي. أشكرك من كل قلبي لمجيئك في أيامي وللتجديد الذي حدث لإفكاري بفضل آلامك.
نحو صليبك أرفع صلاتي من قلبي وفكري من صميم ذاتي. نحو صليبك أرفع صلاتي من قلبي وفكري من صميم. Ooh.
ترحم يا رب، أنت الأب، اسمع صوتنا بحبك الكبير، بحنانك مد يداك واشفي بلدنا من العذاب. علمنا بالخير كل يوم أن نكون، ولبعضنا البعض القوة نعطي، وبإيماننا نتغلب على كل الصعوبات، ومن خلال سلامك نعيد ونبني من جديد كل ما خسرناه من حياتنا وانكسر. Thank you.
ونحن في الغربة، ونحن في الغربة، نعم إننا نعيش في ألم، نفوسنا وأجسادنا يمزقها الخوف والقلق، إننا نتعذب منكسرين ضائعين، ابتسامتنا ممتلئة بالحزن، أفكارنا أحلامنا يسودها اليأس، سرقت من أيادي أطفالنا لعبتهم، ومن كبارنا عكاسهم، ومن شبابنا طموحهم، وأصبح مصيرنا مجهولاً. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل نجلس مكتوفي الأيدي يرافقنا البكاء ونطلب الموت؟ ماذا نفعل؟ هل نجلس مكتوفي الأيدي يرافقنا البكاء ونطلب الموت؟ لا، لا، الحياة يجب أن تستمر، هناك بصيص أمل فلنسعى للوصول إليه، ليشرق علينا كالشمس، وفي غربتنا، وفي غربتنا هناك قلب يسوع لنجعله لنا مسكنا. Thank you.
حسك راخيش خان الخنا مرحق باريس ما قد يقير طينة خصم حبة مريا وعمقا Oh,
بعد مضي الأوقات الجميلة والأجواء الهادية التي عشناها في هذا العرض الرائع، نبقى الآن مع كلمة للفنان العراقي هديل جوزم. اليوم وتحت شعار اسقي سلاماً أراضينا، قدمنا لكم هذا المشروع الذي يجسد آلام المسيح قبل أكثر من 2000 سنة وآلام كل إنسان في يومنا هذا. كلماتي وألحاني التي وضعتها هنا ليست فقط نتاجات مؤلفة، بل هي واقع حال وصرخة من منطلق الإنسانية بسبب الظروف المأساوية التي يمر بها العالم والحياة التي نعيشها نحن كبشر بصورة عامة بعيدة عن المحبة والرحمة والصدق. هدفي أن تفتح أبواب دنيتنا بمفاتيح السلام وننال الاستقرار والراحة والحرية، وأيادينا تلمس كل الأيادي، نعم كل الأيادي في هذه الأرض بدون استثناء، الأرض التي أعطت وتعطي لنا الكثير، واجب علينا أن نعطي لها الأكثر ونزرع في أعماقها بذرة الخير. رجائي أن يصل صوت هذا العمل إلى كل إنسان ليشعر بأخيه الإنسان الآخر، المتألم، الحزين، الخائف، المنكسر، الجائع، المريض، المتشرد والضايع في الغربة. أتمنى بأن هذا العرض قد نال إعجابكم ورضاكم، وجودكم معنا يجعلنا أن نقدم دائماً الأفضل وأن نتغلب على كل الصعوبات. من صميم قلبي أشكر الإنسان الطيب الحنون الأب الأرشمنديت بولس حداد على كل ما يقدمه لنا بكل حب وأخلاص وتفاني، والأهم بدون مقابل. وكل الشكر والتقدير للإنسانة الرائعة التي تحمل بمسيرتها كل العطاء والمحبة، عزيزتنا الدكتورة باسمة السمعان مديرة عام فضائية نورسات. ومن خلال فضائيتنا الجميلة نورسات يصل صوتنا إلى كل العالم. ولي الشرف بوجود صديقي وأخي الغالي المايسترو توني برخو، الذي رافقنا بقيادته وعزفه وتوزيعه، بصمته الذهبية دائماً تعطي لكل عمل النجاح المؤكد. اعتزازي وفخري لا يوصف لكم أحبائي أصحاب الحناجر الملهمة الدافئة بالحنان. شكري لكل من لقاء من العراق، لقاء هيلدا، ماتيلدا، من الأردن ليديا، ميرنا، من العراق أيضاً فيان، من مصر فاديا، وشبابنا من العراق مارتن، آزاد، ومجد. ولا ننسى الروح الطيبة لصديقي جوزيف وإخيه مايكل مخامرة في هندسة الصوت والإضاءة. إن شاء الله بعد هذا العرض سوف نكتمل هذا المشروع الذي سوف يكون ألبوم متكامل يسجل ويوزع موسيقياً في الاستوديو ويطبع ويوزع للجميع. دعمكم المادي والمعنوي والإعلامي مهم لنستمر في مسيرتنا ورسالتنا الإنسانية. في الختام أشكر بلدنا الثاني الأردن العزيز لأننا دائماً نجتمع فوق ترابه الخصبة مع كل الناس بمحبة لا متناهية وحرية، وشكراً.